لا هو البيان يتحدث على التهجمات على حركة النار، لأنه ثم نشاط قم به جمعية هي حرة فيما تأتيه من أنشطة وتتحمل مسؤوليتها فيما يمكن يقابله. الإشكال أنه نحن شفنا تصريحات وبيانات وخطابات مخلية الجمعية وتتهجم على حركة النار. هي هما أما الجمعية هذه والموجودين في الجمعية هذه هما معناها قيادين وموجودين في حركة النهضة، دونك اوتوماتيكمون معناها باش يصير لا لا هذا وجود، هذا وجود راه يكفلوا أختي الكريمة ومستمعينا الكرام، هذا وجود يكفل القانون، راه القانون التونسي يسمح لكل شخص باش يكون في حزب ويكون في جمعية. لا احنا ما حكيناش على انه يمنع، ولكن انه مثلا التهجم على الحبيب اللوز دونك تهجم عليه كانه بما انه في جمعية الدعوة والاصلاح مش وكانه قيادي في حركة النهضة موجود في حركة النهضة. لا 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 لا, لا. انا قريت الخطابات والبيانات ومطلع عليها جيدا ونعرف رد نتاع المكتب الجهوي نتاع النهضة السريانة. يعني لماذا وقع الرد؟ وقع لان الناس مخلية الجمعية الدعوة ومخلية الحبيب لوز اللي هو عضو فيها يتحملوا مسؤوليته في هذا الموضوع وتتهجم وتشتم حركة النهضة. المكتب الجهوي في سريانة رد على ما يعتبره تهجم على حركة النهضة. اللي عنده مشكلة مع هذه الجمعية يجب يناقش معها هي مباشرة، يشكوها للدولة إذا كان شكواها تتقبل، ولكن مثلا حتى داعي مش واحد يتهجم على حركة النهضة. حصل تهجم فوقع الرد، الرد كان بمناسبة التهجم وشتم حركة النهضة، والحال أنها مش معنية بهذا الموضوع. إذا فيها ناس من حركة النهضة في هذه الجمعية فهذه مثلها ويكفلها القانون، إذا ناس مش عاجبها القانون تغيره.